ان هي مش بتصنع بس كيبل الجريفن دي، ممكن تصنع اي كيبل في الدنيا، انت كل عليك بس تجيب يعني تحط كيبل قصاد كيبل، فاهمني؟ فالموضوع بقى سهل يعني. وزي يا جماعه فيديو جديد وحلقه جديده، والنهارده معاكم حلقه مهمه جدا جدا جدا. النهارده حلقه النهارده يا جدعان هنقول لكم طريقه ازاي تجيبوا كيبل الجريفن، اللي هو يعني فعلا كيبل مهم جدا برضو لتوريد الجريفن. فاقول لكم طريقه انك تجيب كيبل الجريفن. وقبل ما نبدا الفيديو طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه، عايزين نوصل 5000 مشترك قبل نهايه السنه. يلا يا جماعه شدوا حيلكم، انا عايز كل واحد يشترك لان في نسبه 71% تقريبا مش مشترك في القناه، فده ما ينفعش بقى لو سمحتوا، لازم نشترك كلنا. وعايز اوصل الفيديو ده بالذات 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 لازم يوصل 250 لايك، لان الفيديو ده مهم 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 جدا. الفيديو دوت لازم يوصل 200 لايك. طيب نبدا بقى في الفيديو. عامه انت اول حاجه هتروح، طيب في كذا طريقه عشان تقدر تجيب كيبل الجريفن. عامه في طريقتين، في طريقه صعبه في طريقه شبه صعبه، يعني في المتوسطه كده شويه. الطريقه الصعبه اللي هي تقريبا مستحيله انك تروح عند اي جريفن، او لو انت عندك اتنين جريفن مثلا من نفس الاسم ومن نفس كل يعني من نفس كل حاجه، يعني الاتنين جريفن من نفس الاسم واحد ميل واحد فيميل، وتجيب البيضه بتاعتهم كده تقدر تعمل الكيبل بتاعه عادي. لكن الطريقه الثانيه بقى اللي هي الطريقه اللي احنا هنعملها، الطريقه كل اللي عليك انك هتحتاج حاجه اسمها التيك كيبل، هي اسمها تيك كيبل، هي دي يعني هنحتاجها مع بعض. في واحد هيجي يقول لي طب جبتها منين؟ طبعا جبتها من الدنجن، فاوريكم ده الصورت، ده هو ده صورت الدنجن اللي انا جبتها منه. الدنجن ده هحطه انا طبعا شرحت الدنجن دوت في فيديو قبل كده، فهحط لكم رابط الفيديو تحت في الديسكربشن. الحق ادخل الدنجن دوت عشان تجيب التيك كيبل، عشان عشان تلحق عين الجيب عشان تقدر ننفذ الشرح ده. طبعا نصنع التيك كيبل، طبعا بتحتاج شويه اليمنت على 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 حديد يعني، بس خلاص اهو اخدناه، هي ديت مع بعض اهيت. فننتقل بقى للبيت واوريكم ونكمل الشرح بتاعنا. ما احنا دلوقتي رجعنا البيت دلوقتي وهقول لكم نعمل ايه. اول طيب دلوقتي نحط التيك كيبل، نحطها طبعا نقدر ناخدها تاني، نقدر نعملها بيك اب، فموضوع جميل يعني. فننزلها، وطبعا انت اول ما بتنزلها بتديها، لا معرفش والله البتاعه دي بتعمل ايه، فانا ما نكتشف في الايام القادمه. بتحط لها واحده اليمنت مش لازم 9، وهتحتاج حاجه دلوقتي. بصوا يا جدعان هتحتاج كيبل بتاع اي ديناصور كبير، اي ديناصور عملاق هتحتاج الكيبل بتاعه. طيب نبدا بقى، ركزوا معايا يا جدعان في الشرح. اول حاجه يا اما تجيب كيبل البرونتو، يا اما تجيب كيبل الكويتزل، يا كيبل الريكس، اي ديناصور كبير عملاق تخين تجيب الكيبل بتاعه. طيب هنعتمد طبعا على الـ على الـ على البتاع دوت بتاع الميكس دوت. طبعا هدور على البرونتو، طبعا نستني قاعده. طيب نجيب البرونتو، اسمه ايه ده، نجيب كيبل البرونتو، نجيب ثلاثة حلوه قوي. طيب دلوقتي احنا جبنا كيبل البرونتو، دلوقتي الحاجه اللي بعدها اللي احنا لازم نجيبها هي ايه؟ دلوقتي يا جماعه عارفين الامبلانت، عايزين نجيب الامبلانت بتاعه اي جريفن موجود. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هنروح نقتل اي جريفن دلوقتي، هنروح مع بعض دلوقتي نروح نقتل لنا كام جريفن، وهنجيب الامبلانت بتاعته هنحطها في التيك كيبل ديت، ومعاها كيبل البرونتو او اي كيبل ديناصور عملاق. لو انت تعرف تصنع اي كيبل ديناصور عملاق هو ده مكانها ممكن. فانت عندك طريقتين، يا اما تجيب كيبل البرونتو، يا اما تجيب كيبل الكويتزل، يا اما تجيب كيبل بتاع الريكس، اي ديناصور عملاق. والكميه بتفرق، لو جبت مثلا كيبل بتاع الدودو لا لازم تجيب كميه، عايز تجيب مثلا 30 كيبل او 10 كيبل، لازم تجيب رقم كبير لان الديناصور صغير يعني، فايه فلازم تجيب كيبل يعني كتير منه، يا اما يكون بقى ديناصور عملاق وعامل منه الكيبل. طيب فانا طبعا هطلع هناخد الار جي ونطلع على جبل الجريفن اللي هناك. نروح نقتل لنا جريفن يكون ليفل، يعني مش لازم يكون ليفل عالي، ممكن يبقى ليفل واطي، نقتل لك مثلا 5 10 15 حلو، يعني مش لازم تجيبه ليفل عالي. وفي برضو حاجه، في احتمال يعني واحد، يعني احتمال من 100، يعني انت لو عملتها 100 مره في احتمال من ال 100 مره دولت ان يطلع لك جريفن ملون، اللي هو الجريفن اللي بيطلع لك الالوان بتتغير، اللي هو ممكن يبقى ذهبي وفجاه يبقى بينك وفجاه يبقى ازرق كده، فده احتمال قليل. فانت ايه، فانت ممكن تقتل لك 100 جريفن وتقعد تجرب، بس هو احتمال قليل بس مش عارف بقى، فده احتمال برضو. فطبعا الاله دي بتشتغل ايه، واحد اليمنت على كل كيبل، يعني انت لو هتحتاج ايه قول مثلا 4 أو 5 كيبل جريفن بالكتير قوي، وخلاص كده يبقى كفايه قوي، ممكن تراد بهم اي جريفن في الدنيا. طيب انا مش شايف اي جريفن، معرفش ليه. طيب اهو في جريفن هناك اهو،
ننزل نقتله، نقتله وناخد الامبلنت بتاعته. طيب طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين ناخد الامبلنت بتاعته اهو، اخدنا الامبلنت ديت ونرجع تاني البيت. الموضوع سهل جدا يا جدعان، الموضوع سهل جدا. انت كل عليك بس تقتل لك كام جريفن، يعني اقول لك تقتل لك مثلا 3 جريفن ولا حاجه، وبعديها ارجع البيت بالامبلنت بتاعتهم او بتاع الخضره ديت. طبعا يا جماعه لما ارجع البيت هرجع لكم تاني، رجعت لكم تاني يا جدعان بعد المشوار دوت. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. عامه يعني كيبل الجريفن يعني موضوع بسيط شويه، يعني مش موضوع كبير قوي، بس المهم يعني نروح لعائله الكيبل تك، التك كيبل دلوقتي نفتحها ونحط الامبلنت بتاعتها. دلوقتي هيظهر لك كلمه اسمها بروسيس، هتدوس على كلمه بروسيس هيقول لك مش عارف ايه دي وانت مش عارف ايه، واحده ايري اليمنت، واحده من الاليمنت هتتحول لواحده جريفن ايج. دلوقتي ندوس اكسبت، دلوقتي بقى لنا واحده برونتو ويطلع لنا الجريفن ايج. زي ما انتم شايفين ده الجريفن اهوت، زي ما انا قلت لكم فعلا هو دوت اهو زي ما انتم شايفين. فننفذ الشرح تاني. طبعا انا جبت واحده جريفن فايه نعينها في الثلاجه لان برده حاجه قيمه كده كده. انا سنة هجهز لكم في حلقه ان شاء الله هتنزل قريب عن ترويض الجريفن. فالموضوع سهل جدا، كل عليك بس انك تروح تشتري لك كام كيبل من هنا، تنزل تحت كده كيبل برونتو، نشتري لنا كيبل برونتو او تصنع الكيبل بتاعه عادي. الكيبل سهل جدا، هنزل لكم قدامكم دلوقتي في الشاشه. موضوع سهل وبسيط جدا، تصنيع الكيبل بتاع البرونتو او الكيبل بتاع كويتزل كده كده الاثنين لازم يكون ديناصور كبير. طيب زي ما انتم شايفين الموضوع سهل جدا، بس في حاجه بقى كمان دلوقتي. نروح نعمل نفس الشرح ده تاني. ثانيه اروح نقتل كمان الاثنين قريب جدا، يعني الايام الجايه يعني في فيديو اعتقد ان هو هينزل بكره او بكره. ايوه في فيديو هينزل بكره عن البيت، ايوه هينزل فيديو عن البيت، عن انا لسه هطور في البيت وابني فيه شويه حاجات كده. ففي فيديو هينزل بكره لو انت حابب تشوف يعني التطور بتاعنا اللي موجود في السنجل بلاير. طبعا يا جدعان الدنجن بتاع اللي بيجيب التك كيبل ديت هحط لكم رابطه تحت في الديسكربشن، انا كنت شارح عنه طبعا، فلو حابين يعني تعرفوا ازاي تخشوا وتجيبوها يعني فيعني انا بنصحكم بيها لانها مفيده جدا. يعني هي مش بتصنع بس كيبل الجريفن دي، ممكن تصنع اي كيبل في الدنيا، انت كل عليك بس تجيب يعني تحط كيبل قصاد كيبل فاهمني. فالموضوع بقى سهل يعني، يعني على حسب كبر الديناصور، كل ما الديناصور كبر كل ما يعني ايه يقدر ان يجيب كيبل احسن فاهمني. فانت بس تجيبوا الامبلنت بتاعت اي ديناصور انت عايزينه وتجيبوا الكيبل بتاعه من غير بقى ولا 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 تقعدوا بقى تجيبوا بقى جزر ومش عارف ايه وبرايم ميت والحاجات دي كلها ملهاش لازمه، على طول من البتاع ده. بس مشكلتها الوحيده انها بتاخد واحده تك، واحده من اسمه ده من الاري المنت دي من الاليمنت. فاحنا نروح نقتلنا كمان واحد اهو. طيب احنا قتلنا الجريفن اهوت واحد كمان، بس انا عايز بس ايه اجيبه. ما تسمع بقى عم الجريفن بقى ايه ده، طبعا ده برضو نقتله. بس الموضوع سهل جدا جدا جدا، يعني انك تجيب كيبل الجريفن الموضوع سهل شويه، بس المشكله الوحيده في الاليمنت. يعني هي المشكله في انك تجيب الاليمنت، هي المشكله انك هتستهلك اليمنت بس هي بتستهلك واحده يعني مش كتير قوي. بس الاليمنت كده كده ما تقلقوش يا جدعان، دخول الدنجنات كتير. وعامه انا كده كده هنزل لكم شرح قريب عن ازاي تجيب اليمنت بطريقه كتير جدا، اللي هو ايه اللي هو تعمل سبيد ران للدنجنات بطريقه مهوله، يعني انك تجيب مثلا بتاع 150 كده في اسمه ده في التلات دنجنات يعني اللي بينزلوا جداد. فعامه كده يا جدعان حوار الاليمنت دوت سهل، يعني اللي هنعمل في فيديو كده ينزل يشرح لكم ازاي تجيبوا الاليمنت دوت او كتير منه، يعني هيفيدكم الايام الجايه. وبرده عامه التك كيبل ديت برده مهمه جدا، فانصح كل الناس ان هم يخشوا الدنجن دوت عشان يجيبوها. بنصح كل الناس اهوت وبقول لكم الحقوا قبل ما الدنجن يروح، لانه اللي هيعدي عليه اسبوعين تقريبا او ثلاثه هيختفي وهيجي واحد بداله. فيا ريت يا جدعان تخشوا تجيبوه لانه مهم جدا جدا جدا، وهحط لكم فيديو الشرح طبعا في الديسكريبشن ماشي. فاما نوصل نرجع له، ما اوصل هرجع لكم تاني.
ما تنسوش يا جدعان، ما تنسوش ان انا عايز اوصل الفيديو ده ل 250 لايك، فيا ريت كل الناس توصل الفيديو ده 250 لايك. كل اللي بيتفرج على الفيديو ده يحط لايك، يعني مش هيخسر اي حاجه ان يدوس بس على زرار، يعني مش هيخسر اي حاجه. طيب يا جماعه احنا ادينا رجعنا تاني اهوت، فننسي بقى من على الار جي، نروح تاني للبتاع دي نفتحها نحط فيها الدولت وندوس على كلمه بروسيس وندوس اوكي، وكمان مره ايه، واحنا كده جبنا 3 كيبل جريفن بسهوله جدا، موضوع بسيط ما خدش مني اكتر من 10 دقايق. وزي ما انتم شايفين هتنزل حلقه برده قريبه، هتنزل حلقه بكره او بعد بكره لترويض الجريفن. هنروض جريفن بقى محترم يكون ليفله عالي وكويس، بس مشكله ترويض الجريفن ايه، ان انا محتاج اوصل ليفل 85 عشان كل الجريفنات اللي موجوده في الماب تكون ريسبكت مي، تحترمني. فايه فالموضوع ده يعني مقصر شويه، فانا عمال ادخل دنجنات كتير، وانا بنصح كل واحد عايز يزيد ليفل وخلص تقريبا كل مشيناته، طبعا لسه خلاص مش هيدي خلف الكواليس، يعني لو انت خلصت كل مشيناتك ويعني عملت حاجات كتير جدا ومش لاقي مش عارف تزيد ليفل، الطريقه الوحيده انك هتزيد ليفلات عامه انك تقعد تدخل في دنجنات، تدخل في دنجنات عامه. الدنج كده بيزودك ليفلات حلوه جدا، وكمان خد معاك الدبل اكس بي برده هيبقى كويس جدا وانت داخل الدنجنات. فاعتقد ان خلاص كده يعني مفيش حاجه تانية نقدر نقولها، بس انا بحب اقول لك يعني ان التيك كيبل ديت مهمه جدا، فبنصح كل واحد يجيبها لانه هيحتاجها. طبعا خلينا ناخد من فيها منها كل حاجه ونعمل لها نعمل لها بيك اب لانها تقدر تتشال برده، حاجه كويسه جدا. فاعتقد كده خلاص نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وشكرا ان انت اتفرجت لغايه دلوقتي، اتمنى ان الفيديو ده يوصل 250 لايك، ونشوف شوفكم برده في القناه، لازم اقول لكم 50 مره. واعتقد كده خلاص ومع السلامه.